ضيفتنا. رح اذكركم بالسؤال المعروض للتصويت هذا الاسبوع عن قرارات مجلس الامن، هل تؤمن بنجاعه مجلس الامن وقراراته؟ دائما للتصويت www.nbc.net/صباح، وبنعطيكم النتيجه ان شاء الله باخر هذه الحلقه ان شاء الله. اما الحين معنا مهندسه تصميم داخلي، اكيد عرفتوها السيده سوسن هوبر. نقول لك صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. Express who you are, lady by Jojo. آخر مرة حكينا عن الألوان، اليوم عن شو رح نحكي؟ اليوم الموضوع كتير مميز، هو ميك أوفر لبيت، رح نشوفه سوا ونحكي أكثر بالتفصيل. تعديلات وتجميلات. إيه حلو. نيت لا عرفت إنه في أشياء مش عجبتك بالبيت وعبالك تغيري. ايه مزبوط، لانه اول ما فرشت البيت كنت عم بفرش بسرعه، فحاسه هلا انه عندي كذا ستيل بالبيت فبدي اغيره لحتى اعمل روح واحد. اوكي، هلا اذا بدنا نحكي عن هيدي الغرفه، شو الاشياء يعني اللي زعجتك؟ اكثر شيء بهيدي الغرفه في عندي كثير الوان. أوكي. بدي يكون في لون واحد، الوان رايقه اكثر، وكمان الشمي ما كثير عجبتني. اوكي خلص، لفين رح نعمل شيء يكون يعجبك. اوكي ميرسي. مثلا هون الدرج منه عاجبني. ليك هلا انا لاحظت عندك منطقة ميتة يعني تحت الدرج، خلينا نشوف شو فينا نعمل فيها. اوكي. وبغرفة السفرة حابة اغير كمان لانه حسستها شوي باهتة. والبرادة ماني حابة. وعندك هيدا الحيط كثير فاضي. أنا أشوف كيف ممكن نعمل شيء يطلع حلو. لما بينطلب منا ميك أوفر وهو إعادة التصميم، المهمة بتكون صعبة، فمن الضرورة ندخل بالتفاصيل مع أصحاب البيت. خلال أسبوعين تم تغيير شامل. واو، أو ماي جود، كثير حقيقي. لك هيدي شو حلو، تعقد هيدي كثير حلو. هاو بعقد الانطباع الأول بيبدأ بمدخل البيت، كان لازم إعطاء مدى من خلال المرايا العالية وتغيير الأشياء المبعثرة. حاولنا إخفاء الدرج بطريقة جمالية وبنفس الوقت عملية للاستفادة من المساحة. لإعطاء وسع بغرفة الطعام تم تكبير الطاولة ووضعها بالوسط، تعليق الستاير من السقف وتصغير القطع الجانبية. للمحافظة على اللون الأحمر بغرفة الجلوس من دون المبالغة فيه، تم تحويله من الكنبة لجزء من الستاير، السجادة والأكسسوار. الصالة الرئيسية كانت بتوحي وكأنها غرفة جلوس، أعطيناها طابع عصري مميز ورسمي أكثر عبر تغيير الألوان، الجدران، شكل الفرش وطريقة توزيعه. عجبت سوسن، ما كنت متوقعة هالقد يطلع حلو البيت، كتير أجمل بكتير من ما كنت أنا متوقعة. الترتيب الموجود والتنسيق بالألوان كتير حلو. شكرا.
تغيير جذري. صح تماماً. عشبكون كثير حلو. بعدين حلو حلك الفكرة أنك أنت كيف غطيت الدرج وقدرتي تستغلي هذه المساحة بطريقة مرتبة وحلوة مكشوفة. صح، والبيت هو صغير يعني ما عندهم محل يضب غراض، ما عندهم ستورج، ما عندهم غرفة للضب وهالأمور. استفدنا من هالمكان، استعملناه بهالطريقة. هلأ الأشياء اللي صارت كتغييرات بالبيت هي أول شيء الجفصين اللي انعمل لمنطقة الدرج، يعني هيدا اللي عملنا فيها هالثلاث فتحات. وبنفس الوقت غطينا، كانت حكيتي يعني المدخنة هلأ عم تشوفها التشمني يلي ما كانت حبتها، كمان عملنا حيط من الجفصين وخبينا هيدا المنطقة. وهيدا إذا بدنا نحكي الأعمال الأكثر شيء أخذت وقت، والباقي كان كله تغيير بألوان الجدران، غيرنا شكل الفرش طبعا مثل ما لاحظتوا، غيرنا الأكسسوار، البرادة، شكل، ألوان، يعني كل هالأمور هي اللي خلت يعني البيت يتغير لهالدرجة. طيب سوسن، وقتها بدك تعملي ميك اوفر او تغيير وتجميل للبيت، كل الاشياء اللي كانت موجوده ما بتستعمليها ولا بتضلك ممكن؟ لا هلا هو في طريقتين حسب الشخص، يعني يلي بده يغير له بيته هو شو عباله. يعني مثلا هون بالحاله عند ميرلا هي كان عبالها خلص تطلع من كل هالالوان، تطلع تغير كل شيء، هي عبالها تغير. هلا ممكن بحاله ثانيه اذا الاشخاص بحبوا بعض الاشياء بالبيت، يعني انا حتى ببيتها اللي قبل في قصص كان ممكن نستعملها يعني حلوه، بس هي خلاص زهقت منها عبالها تغيرها. فهيدي القصص يلي انا بلاحظ انها بتكون مثلا اشياء خرج تستعمل نقدر نستعملها بس بنحطها باطار ثاني بطريقه مختلفه. يعني ممكن نستعمل نفس تنقول الكنبايه اذا لونها مناسب، فينا نستعمل نفس مثلا اللوحات بس بنحطهم بطريقه مختلفه. يعني كثير من الامور ممكن نستعملها خاصه اذا بتتماشى مع الجو الجديد اللي نحن عم نجرب نخلقه. نعم حلو. شكرا لك سوسن مهندسه تصميم داخلي. عندك منام حب تفسري ليه؟ في هلا عندنا مفسر الاحلام. يلا بنطر معكم لك.